في السودان اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط الخلافية، ووصف المجلس العسكري الاجتماع مع قوى المعارضة بالإيجابي. نقاط الخلاف لم تكن كثيرة كما أعلنا مسبقا أننا نتفق في كثير من الأمور، وأن نقاط الاختلاف الشقة بيننا وبينهم ليست بالبعيدة، وأنه في الإمكان التوافق عليها، وقد اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم لنقاش حول هذه النقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير.